حياكم الله مشاهدينا الكرام. انفاق فوق العادة في حكومة السيد السوداني. كثير من المراقبين شاهد أن عمليات بنود الموازنة، موازنة 23، وجدها انفجارية، وهناك انفاق هائل على مستوى التخصيصات، بل هناك تقاعس من اللجنة المالية في تمرير وحسم الموازنة لأكثر من مرة، يعطون موعد ويتراجعون حتى موعد 17/5 راح يتم التراجع به بتمرير الموازنة بسبب أبواب الإنفاق الكبيرة جدا وبعض العناوين التي هي لا توصف. ناهيكم عن قضية البنك المركزي اللي ما زال يبيع ملايين الدولارات في نافذة بيع العملة، وما نعرف شنو الأسباب. راح نسأل ونتناقش بهذا الحوار مع خبراء الاقتصاد. معي في الاستوديو السيد ماجد الصوري الخبير الاقتصادي. استاذ ماجد شرفتنا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. سعيدين بجنابك. لا اسعد. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني الله يخليك. نقدر نفيدكم تمام. نرحب به شباب حتى لو بعد ما جاهز. السيد عبد الرحمن الشيخ لي الخبير الاقتصادي سيكون معنا بعد قليل ان شاء الله ينضم. قلت انا استاذ ماجد انفاق فوق العادم. اكثر المراقبين اللي يستمتع بأرقامهم جنابك، لذلك أنا طلبت من العلاقات أن تكون حاضر ويانا الليلة. الله يخليك. أنا وصفتها هذا العنوان قاسي، إنفاق فوق العادة. لو فعلا إحنا مقدمين موازنة بها إنفاق مرعب. عزيز، هي مجرد الوصول إلى بحدود 200 تريليون دينار هذا بها مبالغة بعض القضايا، بس خلي نحكي بالواقع اللي موجود. الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والأوضاع السياسية كلها أثرت على موضوع الموازنة وأثرت على طريقة الإنفاق. كيف؟ أنت عندك طلبات كبيرة جدا من الشعب العراقي، أنه يريد يتعين ويتوظف ويريد يلقي مصدر رزق. زين؟ مصدر رزق لحد الآن موجود فقط عند الحكومة. الأساسي مصدر رزق اللي هو التعيينات العامة. التعيينات العامة. تشغيل. عندك القطاع الخاص ما منظم، وإنتاجه ضعيف جدا، وكثير من المشاريع توقفت. عندك صناعة زراعة المفروض أنه إحنا سب الوقت الحاضر، هم يقولون ما وكذا وما أعرف شنو بيعجز بالمياه، بس مع ذلك إنتاج الحنطة ارتفع إلى درجة كبيرة جدا بحيث أكو إمكانية للتصدير. صح. المسألة اللي مطروحة هي في عملية تنظيم الاقتصاد. هذه القرارات اللي صار بيها توسع في النفقات التشغيلية هذه قرارات سابقة. شلون؟ ووعود سابقة من حكومات سابقة ومن برلمان سابق. أها. إيه. طيب. فاضطروا أنه ينفذوها. نفس الوقت أكو التوجه نحو امتصاص الامتعاض الناس في موضوع الرزق. هذه مسألة مهمة، ولذلك عينوا بحدود أكثر من 800,000 واحد عينوا جدد، يعني تعيينات جديدة. تقريبا 400,000. لا 800 وكسور، ارتفع من 3,200 الى 4.69. زين. فالموضوع هذا 4.69 قصدك تريليون تقصد؟ مليار. لا مليون موظف. مليون موظف. على الموظفين. 4.9 مليون موظف. 69 او كذا. طيب. 169 يعني. طيب. المهم انه الفرق موجود عندي الرقم، بس فضل. الفرق اللي صاير انه هذا كله تلبيه ل ظواهر اجتماعية خطرة جدا قد تؤدي بانهيار الكل، بانهيار العراق وبانهيار الاقتصاد. يا ربي هيك احنا مهددين؟ طبعا. طيب. مسألة طبيعية. انت من ومع ذلك لحد الآن طلبات التوظيف موجودة. فأنا في تصوري انه الحكومة الحالية كانت مضطرة لزيادة النفقات التشغيلية الى اقصى درجة من اجل استيعاب الـ أي. لذلك التشغيلية مالتها اللي قدمتها ب 152 تريليون. التشغيلية خلي بس خلي نفرق، اكو فرق بين النفقات الجارية والنفقات التشغيلية. يا ريت. النفقات الجارية اللي تتضمن هي القروض، تسديد القروض والمشاريع الخاصة. صح. هذه بحدود ال 150، لكن النفقات التشغيلية 134.5 تقريبا، هالشكل صار الموضوع. بس شوف التوجه شنو موجود. عندك تقريبا 52 تريليون هي فقط منح وإعانات ورعاية اجتماعية. يا ربي هذا بالسنة 23. 23. زين. منح وإعانات 52 تريليون؟ هي منح وإعانات وال شو اسمه ال هذه المساعدات، منح وإعانات المساعدات. واضح. اوكي. هذه هي اللي موجودة. هذا
حدود 52 تريليون 51 و579 يعني نحكي عن 45 تقريبا مليار دولار لو 40 لا تحكي بالدولار احكي لك بالتريليون لانه هي رقم مخيف 52 تريليون بس اعانه عدا الرواتب ارتفعت من 42 تريليون الى 59 تريليون تعويضات الموظفين هاي الموظفين اللي هو التشغيل العام التشغيل زين وهذه 42 الى 49 وهذه هي المنح والاعانات والرعاية الاجتماعية هذه أيضا رواتب صحيح الرواتب صحيح إذا اللي موجود فقط من هذه 59 وواحد واثنين وخمسين تقريبا 100 وكسور تريليون هذه فقط رواتب موظفين عدد المستلزمات هاي بذمة الحكومة كل شهر تسدد. لازم تسددها ينزل نفط يصعد نفط لازم تسدد لازم أنت تسدد مبلغ إيش قد الرواتب بس عدد المصروفات 59 والمعونات الاجتماعيه والمنح والاعانات 152 هذه يعني 111 تريليون هاي شهريا لازم تسدد لا سنويا سنويا العفو لازم تسدد الحكومه بالسنه تكسرها على اشهر هسه اوكي هذا الموضوع طبعا عبء كبير جدا لا تنسى انخفاض اي دولار بسعر النفط سيؤدي الى عجز تريليون و 660 مليار دينار لا هاي خطيره اذا صار عندنا دولار. دولار واحد اذا هسه خلينا نقول النفط ب 71 دولار أي. البرميل يعني يزيد اذا صار ب 70 اذا صار ب 70 ينزل تريليون و 660 يا مليار. الهي هاي احنا بدنا نحكي عن دولار واحد دولار واحد اذا أي. انخفض اكثر اذا 20 دولار اذا 10 دولارات 20 دولار انت 10 دولار 16 تريليون و600 يا الهي اذا 20 معناه 32 و200 فالموضوع هنا الخطوره هنا صحيح في امكانيه التزام الحكومه بتسديد الرواتب وهذه هذا التزام اساسي لانه رواتب الموظفين كل الدنيا قائمه وقاعده على رواتب الموظفين زين كل الموازنه دا تروح عندي سؤال هيك شباب الاستاذ عبد الرحمن جاهز جميل خل ارجع للاستاذ ماجد استاذ ماجد هسه انا من اشوف تصريح السيده وزيره الماليه طيب سامي تقول ارتفعت عندي النفقات 6.6 تريليون تقصد طبعا النفقات اللي يعينوهم ذول ايش قد العاد هسه محسبت لك كان لا هي هذا التصريح 42.5 صار 59 اي يعني تقريبا ايش قد 16.5 تريليون بس تعويضات الموظفين بس تعويضات موظفين هاي اي 16 تريليون وشوي بس مو هي مشكلة شنو خليني زين بس أرد شلون هذا ال 52 مال الإعانة طفر هيك الرقم يعني أنا بأقصى حد عندي جنابك تقول لي وصلنا 16 تريليون على التعويضات الموظفين أي بس الإعانة طفرت رقم مو خلي أقول لك فتش الآن أكو تخصيصات جديدة كبيرة الإعانة سابقا كان بحدود 33 تريليون 33 بس قد تنفذ من عدها نفذ من عدها 13.5 بس هنا هي المشكلة الأساسية. أي، فعملية هذا التضخم بالأرقام لا يعني الصرف. عادة شوف نفقات. وليش مضطر الحكومة؟ بما فيها النفقات تجري. مو هسه لأنه سوء إدارة في الموازنة. هي هذا الحكي اليوم. المسألة اللي مطروحة. إنه أنا من أجي أزيد الرواتب بشكل عشوائي. أي. تقدير بس تقدير. طيب. بهذا المبلغ. ال 21 كان حجم الرواتب المخصصات 53 تريليون صحيح الفعلي 42 تريليون شو مو هنا المساله فهذا الارتفاع بالمخصصات وبالتخصيصات للرواتب والاجور ما يستعمل عاده من عام 2010 لحد الان المخصصات الرواتب والاجور تنفذ النفقات التشغيليه بشكل عام تنفذ بحدود من 79 الى 89% معناه انه الارقام مضخمه معناه الارقام غير فعليه هذا ال20 وين يروح اذا خلينا يبقى, يبقى 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 ولذلك ما يروح يعني ما يروح للوزارات لا كتشغيليه ما يروح فعليه هذه نفقات طيب فعليه راح فعليه مدفوعه ولذلك تشوف دائما كل اغلب الموازنات تنظم بعجز تخطط بعجز وبالنتيجه يصير فائض طيب استاذ ماجد خليني اسال سؤال على الدبقه بالتشغيليه كثير من يتحدث وما اعرف جنابك هو اختصاص انه الموازنه التشغيليه الرقم اللي يتخلى من ضمن التشغيليه اكو مصروفات
مثلا مصروفات الصحة الداخلية الدفاع كثير تشغيلية هذه هاي تنضاف استثمارية أما ده أحكي عن لا أنا أحكي عن التشغيلية هي هاي تشغيلية هذه هل هاي الأرقام كلها تنضاف على تشغيلية لا لا يعني أرقام الصحة التزامات الحكومة أرقام الصحة للموظفين أنا ده أحكي عن التشغيلية المعونات والإعانات والمنح طيب. أوكي والرواتب طيب. هذا طيب. أما قضايا الصحية التخصيصات الأخرى الاستثمارية أو الموضوع الأدوية أو موضوع أخرى الأدوية تدخل في النفقات التشغيلية بس مع ذلك أكو قضايا أخرى تدخل خارج النفقات التشغيلية فالمسألة اللي مطروحة شفافية بالموازنة بشكل عام من عام 2005 لحد الآن شفافية مو مضبوطة وهي بحدود قدروها بحدود 60 إلى 50 إلى 60% من الشفافية موجودة بالموازنة بس ولذلك لهذا السبب يقول لك ماكو شيء مضبوط بالمئة لأنه ما موجودة حسابات ختامية صحيح الحسابات التقديرية قلت لك أنه هذه بال 21 الانفاق الفعلي للرواتب 42 تريليون كان مخصص 53 تريليون ليش هذا الدعش هذا الجاب ليش هذا ليش 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 تخليه أصلا ما يصرف هو ما ليش يصرف تخليه إيه؟ ليش تخليه إذا ما عندك إحصائية مضبوطة على عدد الموظفين شلون تسويها اسأل لي أي وزير من الوزراء يقول لك العدد مضبوط مع الموظفين ما موجود أي وزير هسه؟ أي وزير سأله بالدولة العراقية؟ بالدولة العراقية أو أي مسؤول عدد موظفين عدد موظف في جسد وزارته بالضبط لأنه المسألة اللي مطروحة أكبر دليل هي النفقات الفعلية لعد شلون المالية الآن تطي عندك رقم بالموازنة مليون فاصلت أي عندك أرقام هذه الموازنة أي. بس الفعلي ما تعرف زين يجوز أكو أرقام فضائية بهاي الحسابات داخل هذول موجودين فضائيين داخل هذول داخل هذول موجودين فضائيين هاي مصيبة وهي الموضوع الفضائيين هسه أبسط الأشياء اللي صارت بالفترة الأخيرة إنه كتبوا 120 ألف واحد يأخذون ضمان اجتماعي مو ما يستحقوه صحيح هذا تصور ما تدقيق واحد 120 ألف لا عدش قد أكو 120 ألف واحد يتقاضون رواتب رعاية وهم ما محتاجين ما محتاج لا عندهم رواتبهم وعندهم رواتب عندهم رواتبهم يجوز يستلم راتب ثاني أنت تتصور إنه قسم من الموظفين حسب تقرير ديوان الرقابة المالية ب 2013-2014 زين عدد الموظفين في إحدى الوزارات رأسا قسم من الموظفين يستلمون أكثر من 3 رواتب لغاية 7 رواتب يا إلهي هذا تقرير رسمي وهذا كله على التشغيلية كله على التشغيل راح أرجع جنابك بس خلنا نرحب بالسيد عبد الرحمن الشيخ للخبر الاقتصادي اللي انضم ويانا الآن أستاذ عبد الرحمن إذا أهلا ومرحبا الله يسلمك أهلا دكتور إحنا مشتاقين لوجودك ويانا وهم أستاذ ماجد الله يخليك أعطانا أرقام مهمة بداية الحلقة وأسأل جنابك من 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 تصريح من تصريح الأستاذ ماجد قال ما موجود بالموازنة التشغيلية أستاذ ماجد دكتور ماجد أي ماجد صوري صوري أي أي على رأسي يسلمك الله يخليك تحياتي لك راح أنقل لك تصريح راح أنقل لك تصريح أثناء حواري معه بداية الحلقة قلت له هاي الارقام شلون تصير هاي الارقام التشغيليه والارقام المرعبه قال احنا عندنا مشكله حتى كتبت هاني سوء اداره في الموازنه هل تتفق نحن امام انفاق هائل بموازنه 23 ونحدده بسوء اداره للموازنه اي هسه راح اعطيك مثال كلش بسيط تفضل اعتقد دكتور ماجد يأيدني به هذا الموضوع الموازنة تقريبا 200 تريليون دينار صح بها 64 تريليون عجز راح يفرضون ضرائب على البنزين وعلى النفط وعلى النفط الأسود وعلى المطارات مدري ايش تدري هذه المبالغ كلها اذا جمعوها واستوفوها بشكلها الصحيح بدون هدر وبدون فساد اداري وبدون ان تروح لجيب فلان وعلان راح توفر راح توفر لنا 400 مليون دولار يعني حوالي 600 مليار دينار يعني ايش قد تسوي لها بالنسبه لتريليون واحد والسيده نائبه رئيسه اللجنه القانون الماليه اي مع جل احترامي وتقديري الدليمي تقول والله احنا يعني ما قدرنا حاولنا ان نقلص العجز ونقلص على الموازنه ما قدرنا
زين انطيك ارقام بعد اخرى وراويك شنو الفروقات واللي اللي صار. بس قبل لا تعطيني الرقم لان اللي قلت اللي حكيته خطير. هم رايحين بفرض ضرائب على الناس وعلى البنزين بالموازنه. نعم موجوده هذه. حلو. موجوده بالموازنه رغم العجز المقدم ورغم الموازنه الانفجاريه. نعم. فارضين ايضا. نعم. ضرائب. والغريب انه هذه ترى ضمن المواد اللي صوتوا عليها اليوم، مو ضمن المواد اللي اجلوا التصويت عليها من الماده 12 الى الماده 17. صح. من اللي صوتوا عليها تلاحظ سيدي الكريم. يعني 5% على الوقود العادي، 10% على الغاز الطبيعي، 15% على الغاز على الوقود المحسن، 1% على النفط الاسود، اضافه الى 25,000 دينار لكل مسافر. يعني انا من اخذ عائلتي وياي مرتي اولادي واحفادي يمكن وياي، فراح ادفع لي فد 200,000 دينار هاي فوقها شماله. صح. فوق البطايق وفوق هذا، هاي والله شنو هاي دا ادخل للمطار. لا هم عفونا من الدخول، قبل كنا ندفع 10,000 دينار من ساحة عباس من فرناس للمطار، هاي لغونا اياها فطعنا اياها ب 25 لقرية اقوى منك. هذا عيب، هذا مو سياسة دولة، هذه مو سياسة ترسمها مؤسسة عريقة مثل وزارة الله اكبر ودوائر الدولة الاخرى، هذا التفاف على القانون، عيب والله عيب هذا الحكي. لا هسه استاذ عبد الرحمن. نعم. الان من جزء من المواد اللي صوتوا عليها مو هاي خطيره؟ نعم. لان الناس. نعم. من تحكي تعتقد انه انت دا تهاجم حكومه السودان المقدسه، لان ما شاء الله كل الاعلام اشتروا. لا خليني اقول لك لا بس سؤالي لا بس سؤالي قبل سؤالك فرض 25,000 بس اذا اسمع لي. نعم. فرض 25,000 على كل مسافر عراقي يطلع من المطار لازم تدفع 25 و15% على العادي البنزين و15% على المحسن. ناهيك عن الضرائب. 5 على العادي. 5 على العادي. 5% على العادي و15 على المحسن. 10 على الغاز و15 على المحسن، على الغاز يعني. تفضل. اي. لا خليني اقول لك فد شغله كلش يعني مهمه. اي. على موضوع السيد السوداني. تدري هم هالتعقيد هذا بالموازنه وعدم اقرارها، طبعا هم قبل يومين قالوا 17 الشهر راح نقرر. صح. هسه اليوم اعلنوا انه لا 20 بالشهر، ويجي 20 وما راح يقرروها، واني والدكتور ماجد يمك نتحمل مسؤوليه اذا صدروها يوم 20 بالشهر. تدري شنو اللي يريدون يسووا؟ يخافون لا يوافقون على هذه الموازنه ولا تصير بها عصا بيد السيد السوداني، راح يطلع الوزراء اللي ما يريدهم وراح يستفاد من هذه الموازنه بالانتخابات المحلية الجديدة اللي جاية خلال النهاية قبل نهاية السنة. هذه واحدة من أنا دخل يعني خلي أعطيك تصريح دكتور، مو أنت تعرف أنا يعني شوية موضوع السياسة أتحاشاها كل شوية، بس يعني غصبا عليك راح أعطيك تصريح وارجع للاستوديو وبعدين أعود لك. واحدة من التصريحات هاي، خلي اسمع الشعب العراقي. فرض على السيد السوداني بتحالف الإطار انه حزب الفراتين ما ينزل بانتخابات مجالس المحافظات ابد حتى لا يكتسب. هاي ديمقراطيه هاي فرضوها عليه. فرضوها عليه. ممنوع انت كرئيس وزراء تنزل بحزبك الفراتين الى الانتخابات، لان انت معين ناس وراح تكتسحنا وما يردون يقوم. هاي مصيبتنا كبيره. استاذ ماجد، الموازنه الان تحتضر في مجلس النواب العراقي، صار 4 أشهر تقريبا من قدموها، ليش هذا التأخير؟ عزيزي، أولا الاختلاف على ماذا والاتفاق على ماذا؟ الاختلاف واضح، هو الموازنة بشكل عام سياسية، كل موازنات العراق سياسية مو اقتصادية. صحيح. صح. ولذلك التوجه اللي أنا نشوف النقاش يدور اقتصاد السوق الحر ولا أي اقتصاد، الشاع واللي يريدون يربون بالشعب انه اقتصاد السوق الحر. بالوقت اللي دستور ما ذاكر هذا الموضوع، ذاكر استخدام الوسائل الحديثه لاداره الاقتصاد. صح. واداره الوسائل الحديثه لاداره الاقتصاد كثيره جدا، واخر واحده هي اقتصاد السوق الاشتراكي واقتصاد السوق الاجتماعي ولا هذا، والاقتصاد السوق مو الحر المنفلت وانما المنظم. حتى امريكا بدات تنظم سوقها وتفرض ضرائب على الاستيراد والتصدير. فالموضوع هنا أكو صراع عنيف جدا في مسألة إدارة الدولة، صراع مصالح
سياسيه هذه موجوده ومصالح اقتصاديه بين التوجه التجاري، توجه الاستيراد، توجه الربح السريع، وبين توجه الانتاجي اللي هو صناعه زراعه. ولذلك كل العراقيل امام الصناعه والزراعه، وكل التسهيلات امام التجاره. صح. والتجاره وعدد الموظفين، يعني هذا اللي صار، انه الموظفين هم اللي يحركون السوق. رواتب ويشترون بها. اي، وهذا توسع في السوق. شراد له اراده سلع حتى تغطي الاحتياجات. صح. سلع مين يجيبوها؟ من الخارج، يستوردون. اذا الضغط راح يصير كبير جدا على السوق، وعلى الدينار العراقي راح يصير ضغط كبير جدا. التوجه الان اللي دا يصير فيما يتعلق بتحسين القطاع الخاص او دعم القطاع الخاص ودعم الانتاج المحلي، كل هذه ترى قوانين موجوده. صح. وسياسات موجوده لكن لم تطبق. واعتقد انها اذا ما تم يعني الاصرار على تطبيقها، فيجب اعاده النظر بمسائل كثيره جدا، ومن جملتها النظام الضريبي. طيب، يجب اعاده النظر. طيب، يجب اعاده النظر في موضوع تشجيع القطاع الخاص الانتاجي، مو نظريا. صح. وانما عن طريق تقليل التكلفه المحليه. كل الوسائل اللي تؤدي لازم تسوي الى تقليل التكلفه المحليه. طيب، وهذا حتى ذكرت لي، ذكرت لي استاذ ماجد، قلت لي الموازنات كلها موازنات سياسيه. إيه؟ هسه السيد الشيخ لي ذكر لك جمله من الاجراءات والضرائب والجبايه ما تحقق لنا 600 مليار. يعني 600 مليون دول، 600 مليون دولار ولا 600 مليار؟ 600 مليار. 600 مليار. 400 مليون. 400 مليون دولار. 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 يعني 600 مليار بال أقل. 600 مليار. 500 اكسور. 500 اكسور. هاي هاي الهوسه كلها ومص دماء الساد ماجد، مص دماء العراقيين. وين الـ وين الـ هاي الابواب مال مثلا هسه من اقرا تصليح الموجودات تريليون وما شنو، سلع خدميه ما ادري شنو. هاي 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 هسه مستلزمات صناعيه 15 تريليون. 15 تريليون شنو؟ مستلزمات صناعية. اي شنو هاي؟ شنو مستلزمات خدمية؟ مو هذه تدخل بها تفاصيل كثيرة جدا. مثل شنو؟ بما فيها طيارات زراعية اكو بها. بما فيها الخدمات. طيارات زراعية. اي اي مثل اي يعني نعم. فلذلك الموضوع هذا مثل هسه مثلا قريت شيء اسمه تصليح الموجودات ما ادري كم تريليون. صيانة الموجودات، صيانة الموجودات. اي شنو هاي؟ هذه صيانة موجودات تريليون و171. تريليون زين. 171 يعني. غيرها؟ المستلزمات السلعية ومستلزمات سلعية 15 تريليون، مستلزمات خدمية ومستلزمات صناعية بحدود 21 تريليون. 21 تريليون. وركضوا على الفقير هذا يردون يمصون من عنده ضرائب وعايفين هذا الانفاق المرعب. ليش شوف، وهم بدأ يعرفون من فرضة وهيك ضرائب، بدأ يعرفون تأثيراتها على السوق. مو هذا البنزين من يرتفع سعره، منو اللي راح يتأثر؟ مواطنين راح يتاثر. نقل سائق نقل التكس. نقل كلها سائق. صح. صح. كلها راح. هذا وين راح يعكس على التكلفه؟ بدل ما ينقلك 5000 ينقلك ب 10000. طبعا. بدل ما ينقل السلع والكذا ابو التاكسي اللي ياخذك بخمسه راح ياخذك ب 10. وهذا بس هذه شوف المضاعفات مال عدم دراسه موضوع الضرائب، هاي مضاعفات كبيره جدا تؤدي الى التقليل من الاجراءات الاخرى الايجابيه اللي ممكن أن تصير. يعني مثل ما قال الاستاذ عبد الرحمن، يعني هاي قد تجيب 500 600 لا حسن، هذا كله ما جايب 600 مليار. انا دا احكي عن موضوع اخر، النظام الضريبي كله لازم يتغير. اي طبعا النظام الضريبي كله. صح صح. المشكله الاساسيه احنا قضايا تخص النظام الضريبي نسويها بالموازنه، والموازنه قانون سنه وما يجوز الا تكرار الموازنه. زين ليش ما انا اخلي نظام ضريبي متكامل واخلي جبايه ضريبيه صحيحه حتى اقدر استفيد من كل الاجراءات؟ لحد الان الايرادات غير النفطيه مبالغ كبيره جدا، بس التحقيق مالتها قليل جدا. صح. اكبر شيء سنه ال 21 اعتقد مجموع الايرادات صارت 12 تريليون وكسور، من مقابل كانوا مخلين 18 تريليون او كذا، فهذا اعلى ما وصل اليه. لذلك المساله، وهذه شنو؟ هذه بها ضرائب من الموظفين من عائدات النفط. انا انت فلوس الموظفين من عائدات النفط. صح. فاخذ من عندهم ضريبه، هذه الضريبه بحد 5 6 تريليون. زين
وداعيد أضخها على أساس أنه هاي إيرادات غير. طيب تتفق قبل لا أروح للسيد شغلي، تتفق هناك إنفاق مرعب بالموازنة، إنفاق أبواب صرف غير واقعية، مو غير واقعية، مو قلت لك أنا مو غير واقعية، وإنما تضخيم، تضخيم تضخيم للنفقات بدون معرفة الحسابات الختامية. طيب احنا الحسابات الختامية غير مدققة، قلت لك مقارنة اللي موجودة بين 53 تريليون تعويضات موظفين والفعل 42 تريليون، داخلها اكو قضايا كثيرة جدا داخل هذا الموضوع. جميل. راح ارجع لك راح ارجع لك على هالقضايا المهمة سيدي الشيخ لي. قبل ايام وزيرة المالية هددت كأنما بتهديد يعني لمجلس النواب، قالت اذا خفضت الموازنة اي عملية لتخفيض الموازنة سألجأ بالنص، سألجأ الى الجباية والضرائب، هذا شنو معناه؟ باوع سيدي الكريم، مثل ما تفضل دكتور ماجد قبل شوي على موضوع الضرائب، يجب على ضرائب موضوع خط احمر ما حد يتجاوزه نهائيا، لانه هذا يعني مو حق، واجب كبير على المواطن يجب ان يؤديه، بس ايش وقت يؤدي؟ عندما انت تؤدي واجب التزامك اتجاهي، هذا ملزم اني ان ادفع ضرائب اذا انت قدمت لي خدمات. صح، اذا انت قدم لي خدمات ليش انا ادفع الضرائب؟ باوع في كل بلدان العالم، بعض دول اوروبا تدفع 70% من ايراداتها كضرائب، لمن؟ لمن دخولهم عاليه، لكن مو دخولها بالواطئه تاخذ منهم ضرائب. باوع هذا القانون، او مو القانون، هو هذا السياق اللي معمول به بالعراق اللي يسمونه موازنه. اي 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 شو يصير؟ الفقير اللي ما عنده علاقات، ما عنده واسطه، ما يقدر يدفع رشاوي، يدفع الضريبه وهو الممنون وغصبا عليه. صح، لكنه اللي عنده علاقات يقعد بالشيراتون، يقعد بالبابل، يقعد بمدري ايش، ويقعد ويا المخمن ويتساوى وياه ويتصافون، هذا إلك وهذا إلي، ويدفع الضريبه اللي هو يريدها مو اللي هم يريدون. اي مو انت كل الحكومات يا شيخ لي، كل الحكومات تحكي لك بالنظام الاتمته والجبايه الالكترونيه، ما تسويها، تريد تبقيك بالورق، ما تسويها بالورق، حتى الرشوه والفساد وهذا القعدات الخاصه. انا ليش ادفع ضريبه اذا انت ما مقدم لي خدمات؟ صحيح، ليش ادفع ضريبه؟ صحيح. لذلك احيانا مو عصيان عن دفع الالتزامات، لكنه مثلا انا قبل ايام قلت يابا انتم 11 تريليون دينار راح تصرفوه على سلم الرواتب، على مود حتى الموظف يثنطوه 40 50 الف دينار وتمتص التضخم ويدفع عليها 100، انقلبت الدنيا علي، انقلبت الدنيا، شلون تقول هيك؟ انت مو ضد الموظفين، انت ضد الموظفين، انت مو لصالحهم. لا، خل اقول لك فد شغله، انت هذا الموظف اذا تريد تدعمه اعفيه من الضريبه، هو ضريبه ايش عنده؟ راتبه ياخذون منه 17% ضريبه من راتبه. صح، تدفع المؤسسه اللي هو يشتغل بيها جزء والباقي هو يدفعه. زين، من يروح للمستشفى رسم الدخول اذا يقص باس ب 5000 دينار، اذا اخذ الشعه كذا، قولوا له يابا الموظف معفى نهائيا من اي رسوم، اذا سوى عمليه معفى من نعم. من كل الرسوم. نعم، اذا احتاج ادويه ينطوا له ادويه مجانيا. هذا راح يعزز قيمة الموظف، وبالتالي راح يدعمه أكثر من ما تجي تنطي 11 مليون دولار، 10 تريليون دينار، هاي ال 11 تريليون روح أشغل بها بعض المعامل اللي تمتص أكبر كم من العمال. صح، العاطلين. ال 22 تريليون دينار اليوم المظاهرات بالشارع بعضهم لحد الآن ما صادر أوامر إدارية بتعيينهم، الوقتيين واللي أجراء. صح، لحد، وطبعا مو بس لحد الان ما صادر اوامرهم، بعضهم واكيد لحد الان ما استلموا راتب لانه ما قرت الميزانيه، تخصيصات الوزارات اللي تعينوا بها لحد الان ما نعطيهم. طيب انت ليش مو هاي 22 تريليون اللي خصصتها لتعيين هذول المليون تقريبا، مليون هم 890 الف أي. موظف أي. من هذول العقود تعينه، وانت عندك 4 ملايين موظف، ودكتور ماجد بصفك ساله اقول لك قد ساعات العمل مالت الموظف الفعليه؟ ها، راح يقول لك 13 دقيقه. من قلت له ذيك المره 17 قال لي لا صندوق النقد يقول 13 دقيقه. صحيح. زين، هذول اجيب لي فوق الاربع ملايين، اجيب لي مليون، واليوم واقفين متظاهرين نص الشوارع وبس الساحات من حمله الشهادات العليا ما معينيهم، يقول بعضهم احنا صدرت اوامر تعيينه، هو خريج مثلا اختصاص هندسي حاطي بوزاره الري وهو ما له علاقه بالري، او اختصاصات بالعمل والشؤون الاجتماعيه. ليش طيب يا اخي؟ ليش
ليش غير اخلي الرجل المناسب بالمكان المناسب؟ اي هو ثم شو اريد اخليه؟ هو عندي سؤال هاي المبادئ ارجعك لتهديد من اول مره. بس اسمح لي خلي اخلص هاي الفكره. تفضل. من اول مره من صدر قانون الطوارئ اللي سموه الامن الغذائي دعم الطارئ. أي. الامن الغذائي 25 تريليون دينار تبخرت ما حد يدري بيها وين صارت. قلنا يابا بدل ما تنطولها هذه روحوا شغلوا المعامل. عندك 36 الف معمل عاطل بعضهم يحتاج دعم كلش بسيط. قالوا لا ما حد يقبل يروح يشتغل. قلنا لهم ايه طبعا ما يشتغل لان هذا اجى قاعد ببغداد وقاعد بالعشوائيات وساكن هسه هنا واشترى له سياره فما تصرف له. لكنه انت لو تبني له شقق واطيت الكلفه قريبه من منطقه عمله خاصه الان كل شيء متوفر كهرباء وماي وتلفزيون وانترنت صح. في ابعد قريه من قرى العراق خلوا لهم اياه هناك حتى يروح يلجا هناك. وهذا من يشوفه كش شقه له ورا 20 سنه يتملكها يروح يشتغل. المعامل هذني ال 36 الف بعضهم ترى ما تحتاج غير يعني تعديلات بسيطه. تطور التكنولوجيا اللي صار بها مثلا المعمل الديوانيه مال الاطارات تحتاج لفد كم اربع خمس اجهزه ما تكلف لها خويا. هم بقانون الاستثمار دا يعرضوهن يبيعوهن. ايش دا تحكي سيد الشيخ لي؟ اي الان بقانون الاستثمار دا يضغطون يردون يبيعون كل المعامل والمصانع. نظامنا الاقتصادي شنو هو؟ ماكو هو نظام اقتصاد سوق؟ هل هو اقتصاد اشتراكي؟ هل هو اقتصاد مقيد؟ هل هو اقتصاد شمولي؟ هل هو ما حد يعرف يا سيد الكريم. لازم يعني اذا هذا كله احنا دريت تقول خلال ال 20 سنه الماضيه على الـ 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 العبثيه وبدون تخطيط وهي مجرد أي. ارضاء سؤال معلن. سؤال 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 سيد عبد الرحمن حتى ارجع للاستوديو. هاي ال 199 تريليون شلون راح يلحق يصرفها؟ واحنا هسه راح ندخل على حزيران وباقي لنا 6 اشهر ل 23. هسه راح اقول لك فشي. قبل ما تقرر الموازنه أي. صار اكو توافق سياسي بين الكتل السياسيه والكيانات السياسيه اللي داخل البرلمان. طيب. واتفقوا بيناتهم انه يشكلون وزاره برئاسه السيد محمد الشياع السوداني بعد توافق صار بين الاطار وبين الجهات الاخرى. طيب. على هذا الاساس السيد السوداني بادر وبجراه انه يصدر موازنه لثلاث سنوات. وهذا موافق الى قانون الاداره الماليه رقم 6 طيب. لسنه 2019 ثلاث سنوات. على امل انه شنو؟ انه بما انه صار هنالك توافق سياسي فاني ليش ادوخ نفسي بالتوافق السياسي؟ وتدري مثل ما قال الدكتور ماجد هي سياسيه الموازنه. فبدل ما ادوخ نفسي من هذه الشغله انا احسن الموضوع منها السبت ثلاث سنين ما دام اكو توافق استغله وخطوه جريئه جدا يبارك عليها. لكنه اللي صار شنو؟ وراها بكم يوم صار قانون تعديل الانتخابات. جميل راح ارجع لك. صار باتفاقات اي واضح اتفاقات واضح هاي لك وهاي لي من ما وافقوا رجعوا وين ايش وقت قاموا يلزمون ايدهم بهذا القانون الجديد مال الموازنه. جميل. تنطيني انطيك. جميل. اوافق راح ارجع لك سيد شيخ لي. استاذ ماجد قصه الدولار الان البنك المركزي اليوم بايع 270 مليون دولار النافذه جاي تبيع مو مثل قبل 30 40 مليون دولار. استاذ ماجد شنو اللي صار؟ طلع السوداني التصريح قال احنا 30 40 مليون دولار حاجتنا الباقي غسيل اموال. البنك رجع يضخ يعني ده يبيع باسبوع 2 مليار دولار. شلونها؟ عيني هذا الموضوع أي. خلينا نبتعد عنه مو نبتعد تحرجل وإن... لا 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 استاذ ماجد اكثر من صراحه كما في اداره البنك المركزي. خلي اقول لك ما يخاف غير نفتي احنا دندق على سعر الصرف غير الرسمي اي 147 اليوم أيوه. السوق الموازي. أنا بالنسبة لي كاقتصادي أنا هذا ما يأثر علي. اللي يأثر علي قوة شرائية للدينار العراقي. قوة شرائية للدينار العراقي. طيب. أنا دا أدعم كل التجار الحقيقيين دا أوفر لهم الفلوس. اللي يريد يسافر دا أوفر له الفلوس. إذا القنوات الفعلية الشرعية أنا دا أوفر لها الفلوس. تبقى القنوات غير الشرعية. من يسوي هاي؟ مسؤولية من؟ هذه ها. هسه خلي أقول على المضاربين السوداني خلي وما خلي أقول لك المسألة الآن بدأ توافق جيد بشكل عام بين الحكومة وبين البنك المركزي من أجل السيطرة على هذا الموضوع. بس تقول لي راح نسيطر على السعر الموازي ما راح نقدر نسيطر يعني راح يبقى ب 147 عن شيء يهمني
أنا الشارع كمواطن المواطن دي يشتري المادة مالته منو اللي تليفونه غراضه أشياء يشتري 147 دا جهز للشركات والتجار كل الإمكانيات إنه يشترون بسعر الرسمي أي بس دي وبدأ يبيعوا لك 147 من هم كل التجار لا هسه السلع والبضاعة اللي بغداد بيش مو هذه هي دور الحكومة يجب تحارب الموضوع وبدأوا يحاربون زين بس المشكلة الأساسية هي أكو ثقافة بين أنه الانتاج المحلي والتجارة وهذا صراع عنيف جدا موجود في كل دول العالم صح. أثناء النشوء زين المشكلة الأساسية هو دي يعني يروجون لموضوع سعر السوق المحلي أو المنفلت أو اقتصاد السوق المنفلت صح. هذا الترويج قلت لك هسه بالدستور ماكو شيء إذن إجراءات البنك المركزي واقعية؟ اجراءات البنك المركزي يعني واقعي اليوم يبيع 270 مليون دولار هذا احتياجات السوق الانيه لانه هذا تجي هذا ينافي تصريح رئيس الوزراء تجي مو هنا مو نافي السيد رئيس الوزراء قال انه احنا راح نسيطر على سعر الصرف انا برايي سعر الصرف مو هو الاساس لانه انا اوفر بالسعر المشكله في سعر في قوة شراء الدينار في أسعار السلع المحلية أنا إذا قدرت أسيطر عليها هذه معناه انتهيت أنا حتى سعر الصرف خلي يصير بألفين ما يهمني أنا كمواطن أنا ما يهمني اللي يهمني هو سعر السوق سعر السلع والخدمات طيب. اللي موجودة في السوق طيب إحنا هذه شوف خلي أقول لك العفو. هذه تحتاج ضبط حكومي إجراءات حكومية الآن الإجراءات اللي موجودة غير متكاملة لأنه قلت لك المفروض انه المنافذ الحدوديه يتم السيطره عليها يتم اتمتتها النظام الضريبي كله يتم اتمتته حتى ما تصير ارتباك يلا نسيطر بالوضع الحالي راح يبقى السوق الموازي هو اللي مسيطر لان اكو تهريب مضاربات لاهميه الموضوع انضم ويانا الدكتور دريد العنزي ناخذ من عنده تصريحات مهمه دكتور دريد اذا تسمعني راح بجنابك اسمعك نرحب بجنابك ونسأل الإنفاق فوق العادة الآن في موازنة 23 كان موضوع حديث شكرا على الدعوة ومرحبا بكم وضيوفك الكرام وابو العوف شلونك حبيبي الله يخليك تسلم لي حبيبي شكرا أتشرف بالأستاذ الأول سلم. مرة تفضل الإنفاق بهاي الموازنة مختلف عن ال 15 موازنة القبل شلون؟ الضعف اي يعني ابسط شيء الانفاق الحكومي للسياسات للسلطات الثلاث العليا يعني صار دبل شلون؟ شلون هسه يعني واحد يسأل اعطيني وصلت يعني الى فقرات ما موجودة سابقا هو يعني أرقام فلكية لسيارات وخدمات واحتياجات وزيارات دينية 50 مليار زيارات دينية يعني أنت تروح على حسابك للزيارات الدينية تقدم خدمات للزيارات الدينية هاي صارت نفقات صارت مداخلات على الموازنة يعني عبارة كانت كلش بسيطة احنا ندعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي انتبه للموضوع أي. والأمن الغذائي وندعم شراء الحنطة والشعير من الله هذا مو اقتصاد أمن الغذائي وين ودعمك للشراء بعدين هذا قرار وزارة الزراعة أنا ليش أخلي بالموازنة أدعم الصحة وادعم وأخلي له تخصيصات بعد شنو شغل وزارة الصحة من ضمن تخصيصات وزارة الصحة يعني هذا الدعم ثانوي غير تخصيصات وزارة الصحة لو تكرار مرتين يعني أضخم موازنة نعم أي شنو القنابل اللي بيها شنو القنابل اللي موجودة بيها الآن اللي هي تعتقدها غير واقعية على مستوى الإنفاق مثلا هاي صيانة الموجودات والسلع والخدمات وغيرها اللي ركضوا يعني ورا المواطن يجيبون منه وعايفين يذني يعني هو ركضوا على موضوع كلش سهلة ويا بيها وارد جدا كبير يعني أعفوا أو ألغوا 2000 دولار على الكارت
2000 دولار انت دينار على الكارت، 2000 دينار تجمع لها 500 450 مليار دينار، يعني موازنه مال بلد. صح. زين انا هاي اقدر اخليها على قطاعات اخرى، افرض الضرائب، افرض الرسوم على مواضيع معينه عليا، بعدين انت جاي تخلي لي ثلث الموازنه، عجز. يا ادري شو نقول للناس برا، هاي الفلاسات اللي عندنا شنو؟ يعني شو نقول للعالم؟ العجز طارد للمستثمر، للمشارك، للمعرف، كلها طارد إلها. باو عندك انت تريليونات مكدسه بالبنوك وبالسندات الخزينه المركزيه والذهب، ويطلع عندك عجز. زين المتراكم مال 15 موازنه، نعم، 80% نفذت هذيك الموازنه، ال 20% وينها؟ بالاخير يطلع عندي عجز. هاي شنو؟ شيء ما يشبه شيء. يعني الموازنه حتى انتقل، سميتها تو ابو العوف السيد عبد الرحمن، حتى انتقل للسيد الشيخ لي استاذ دريد، الموازنه مال 23 بنوها على اساس شنو؟ بنوها على اساس تصريحات عاطفيه. تصريحات الى حد الان احنا استلمنا تصريحات لمجموعه تصريحات من قبل السيد رئيس الوزراء، وليس رقميه حقيقيه. الرقميه الحقيقيه تجي على نقاط خلق وايجاد دولار داخلي بعيد عن سيطره الفدرالي، معوضا للمواضيع اللي تدخل بها الفدرالي نتيجة الخروقات اللي صارت خلال 20 سنة الماضية. أي مشاريع إنتاجية، أي مشاريع إنتاجية حددت كلها خدمية وكلها مصاريف وكلها فلوس وكلها قوة شرائية وبدون أي عملية إنتاجية. جميل، راح ارجع لك دكتور دريد. استاذ عبد الرحمن، اكو الاستثماريه 47 تريليون، زين هو عنده عجز 64 تريليون، وحاشيلي بانفاق مرعب، ويريد يفرض جبايه وضرائب على المواطنين من اجل تعويض جزء من العجز. هاي الاستثماريه 47 وين راح يصرفها؟ طبعا بالمناسبه لو تلاحظ في الموازنه وردت فد فقرات عجيبه غريبه، انه الاستمرار على المشاريع اللي تعمل بالاجل، صح، واللي بالقروض لا تلاحظ. وهذه القروض والله ما اقدر تحسبهن لانه عددهم كلش كبير. والفقره اللي وراها، الماده اللي وراها شو يقول؟ والاستمرار في المشاريع الاستثماريه القادمه ايضا بالقروض، يعني فوق القروض اللي احنا بعدنا ما مكمليها راح اسوي مشاريع جديده بقروض. فال 47 تريليون الاستثماريه هذه للمشاريع الغير منفذه بالقروض. اي هذه اللي راح تنفذ نقديا، يعني يفترض انه تنفذ نقديا او تستكمل، لانه المقاولين او المنفذين ماخذين جزء كبير من التكلفه مال هذا طيب. المشروع الاستثماري، ويحتاجون الى بقيه، فخصصوا لهم ال 47 تريليون. لاحظ. اي. يا سيدي الكريم انا ما استغرب، يعني انا اتعجب، موازنه بحجم 200 تقريبا 200 تريليون دينار واقترض؟ لا، ومنين اقترض؟ والله ما تتصور، اقراها سيدي الكريم اقراها. اي. 29 صفحه هي، اترك الفصل الاول والثاني وابدي بالفصل الثالث وباع القروض. باع القروض عجيبة يا سيد الكريم، معقولة يعني هذا مثل قروض شنو؟ يعني لكل العالم ولكل الشركة، هذا الإيطالي والفرنسي والألماني والصيني والكويتي، لاحظ. يعني لاحظ إلى هذا المستوى نصل. زين أنت تدري الديون مالتنا ايش قد؟ أي ديون عندنا كبيرة، ديون كبيرة ايش قد؟ زين هذه احنا فوق هاي الديون، فوق هاي الديون أنا كربس نفسي بعد بديون أخرى، خليني اراويك يعني جزء. تفضل. طبعا الديون المحليه هي 12 تريليون، 12 تريليون الديون المحليه داخليه اللي عندنا، بس احنا عندنا هاي الداخليه، بس الديون اللي عندنا الاخرى
مخيفة، أرقام عجيبة غريبة مخيفة مخيفة. ثق واعتقل يا سيدي الكريم، عندما يقرأها الواحد يتصور يعني هل من المحقول بهذا المستوى إحنا مديونين؟ يعني أيام الحروب اللي مرينا، العبثية اللي مرينا بها، ما كلفتنا هذه القروض بهذا المستوى. كل اللي ما اللي كل اللي ما اللي مطلوبين به من أيام النظام السابق هو من النظام السابق يا سيد الكريم 5 مليار دولار هذه، والباقي شلون شلون بس الكويت 52 مليار كنا مطلوبين سددناها هذه. انا احكي على ايوه بنادي باريس الباقي الباقي لا 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 اللي احكي على الباقي بذمه النظام بذمه الحكومه قرض الساعة. اكو خارج مال نادي باريس يمكن دكتور ماجد اعرف مني بهاي التفاصيل 400 مليار و401 مليون هذاني ديون بعد 2003 ايش قد بعد 2003 تحدثت بها بعد 2003 القروض يعني بعد 2000 يعني بعضهم سددت وبعضهم هذا اللي دا انطيك الارقام يعني 12 تريليون مليار خارجيه جميل سيدي مال بعد داعش و7 تريليون دينار ب 2022 احنا سلفنا هذه بسبب تداعيات كورونا 70 تريليون ايضا بس انا اللي اقف عنده واللي يهمني سريعا بعض القروض مؤجله ما حد يطالب بها بالوقت الحاضر بس هي مثبته علينا دي صح مثل ما دول الخليج صح راح اعود لك سيد عبد الرحمن استاذ ماجد استاذ ماجد الكلمه الختاميه لك لان الوقت داهمني والمفروض ناخذ وقت اكبر لان تفاصيل كثيره ونوعدك بحلقه ذكرنا قضيه الديون ديون داخليه وخارجيه بعض الداخليه وخارجيه بعض الارقام اي وانا الديون الداخليه 69 تريليون اي واهم انا مو 12 ايش قلت 69 تريليون 69 تريليون اي الديون الخارجيه اي بس البنك المركزي يطلب 46 تريليون لا داخليه هذا داخليه داخلي بس البنك المركزي يطلبنا 46 تريليون القروض الخارجيه اللي اسمها يعني معتمده بالموازنه حوالي 10 تريليون قروض الخارجيه وهذه قروض متفق عليها ومستمرة بالتسديد للتسديد هذه يعني أنا برأيي هذه القروض شوف كل الموازنات المشاريع الاستثمارية أو النفقات الاستثمارية أكثرها تمول من القروض مفروض لا مو مفروض لا هو دا يصير الواقع هم اللي معمول به يعني هسه احنا عندنا مو قلنا 46 او 49 تريليون هذه 47 مع استثماري المشاريع الخاصه تصير بحدود 49 تريليون زين هذه الاستثماريه زين. كلها مموله من القروض داخليه وخارجيه فلذلك الموضوع اللي احنا نحكي بيه انه الايرادات المخططه لا تكفي فقط الا لسد النفقات التشغيليه بس رواتب حدود 135 بس رواتب اي رواتب وهذه واي انخفاض باسعار النفط راح ندخل بورطه راح ندخل مثل ما دخلنا بورطه اخرى بال2020 2021 طيب من جزء من هاي القوائم اللي عندك اريد رقم حتى اختم لان كاتب ارقام هواي شنو الخطير هاي مال الموازن مال الموازن اي شنو الارقام اللي خطيره اي هي بالنفقات التشغيليه بالنفقات التشغيليه النفقات التشغيليه واذا بقى هذا الانفاق احنا رايحين الى إذا بقى هذه راح تؤدي إلى خطورة كبيرة جدا على مستقبل العراق ولذلك راح تزداد القروض الداخلية وهذا عبء كبير جدا يؤدي إلى تضخم والتضخم يؤدي إلى زيادة الأسعار وبالنتيجة هو الدورة الاقتصادية هي هذه جميل الدورة الاقتصادية هذه ولذلك النفقات التشغيلية إذا ما يقابلها زيادة في الإنتاج صناعي زراعي خدمي إذا ما يقابلها بالإنتاج فإحنا معناه نتوجه إلى الاستيراد والاستيراد عوامل كثيرة جدا تأثر عليه. جميل. السيد ماجد الصور شكرا جزيلا لجنابك، شكرا وصول ايضا للسيد عبد الرحمن الشيخلي، شكرا جزيلا لانضمامك، شكرا ايضا والشكر موصول كبير جدا للدكتور دريد بما انه انضميت ويانا بالاخير يعني حق الحق المهني انه اعطيك كلمة الختام لك حتى اختم. دكتور دريد. هذه هاي انا اكون ممنون منك، راح احكي لك على الدولار بالسوق السوداء. تفضل. أستاذي الكريم أي إجراء قمعي أي إجراء أمني ما يفيد هناك تجارة مع إيران احنا بأمس الحاجة إلها وغير مقبولة بالتعامل بالدولار طيب فدي يصير سحب من السوق الموازي أو السوق السوداء بشكل أو بآخر هناك استثمارات عراقية
في إيران وفي تركيا وفي لبنان وفي سوريا. والأردن هذه الأردن دولة عملتها قوية، هاي الدول عملتها ضعيفة والدولار يتكلم وإحنا نقول يحكي بيها. فتسديد كل يعني هسه مثلا اكو كثير من العراقيين عندهم شقق سكنيه في تركيا، كل شهر تجي او كل شهرين تجي قائمه مصروفات، من يريد يحولها بالليره، يعني منين يجيب الليره؟ دفع لها دولار، منين ياخذ الدولار؟ ياخذها من السوق السوداء لو تسوي له شركه. صح. الخدمات اللي تحتاجها قطاعات الاستثماريه في ايران احنا على بينا بالموضوع وما بيها اشكال، ما اكو اشكال لان هذا واقع بعد مقرور. اي المشكله وين دكتور؟ هذا سحب من السوق السوداء، هذا ما يحل باليه تجاره بحدود بعشر مليارات دولار مع ايران، يجب ان ما تمر عبر البنوك. منين تجي؟ سحب، سحب من السوق، صارت الحوالات الصغيره على هاي المشتريات اللي يروح يركب كيا يركب بيكاب يروح يشتري من الدول الجوار الثلاثه. هذا سحب من السوق اكثر من هاي الحوالات اللي صارت بالتجاره. الحوالات تتحول للكويت، تتحول للامارات، ويروح دولار مو دولارنا، يروح دولار مالهم، لا الفدرالي ولا غيره يراقبها. احنا الان يوميا نحتاج بين الاربعين الى الخمسين مليون دولار لسد هاي الثغرات، مو ثغرات، هاي العملية التجارية وعملية الصرف. هذا السبب وقلناه مئة مرة وقالوا قوانين وقالوا تسهيلات، هذه تبقى العملية ولا يحلها حلال الا حالة واحدة. جميل. اللي هي تعويض الدولار هذا بعملة عالمية أخرى واللي هي اليورو، تأخذ بها موافقة من الولايات المتحدة. جميل. أنا وعدك دكتور دريد نسوي حلقة خاصة على هذا الموضوع في الاستوديو. شكرا جزيلا لجنابك واعتذر لضيق الوقت، وإذا يسمح لنا المخرج كلمة بالختام بعد ما فتحنا ملف ذي قار وهيئة استثمار ذي قار اللي غير مراقبة لا من الاستثمار الوطني ولا من بغداد ولا من جهات أمنية وغيرها. الانفلات صاير بالجملة في هيئة استثمار ذي قار. فتحنا ملف مجمع ليوان اللي قلنا 150 دونم قريب على الزقورة وقريب على قيادة عمليات سومر وقريب على سجن التاجي اللي من 2009 إلى الآن طابوقة ما مدقوقة بيه. الآن وصلتنا معلومات خطيرة من ذي قار بقضية الاستثمار وعلى الأمن الوطني وجهاز المخابرات والقوات الحريصة على البلد أن تحافظ على آثارنا. يا أخوان سرقت كل شيء، هسا بقونا بس الثقافة والحضارة، ما رايدين منكم أي شيء، تريليوناتنا أمواننا كل شيء سرق، حتى الهوية العراقية سرقتوها، حتى هسا من تطلع برا تريد تحكي باسمك تخجل أمام الفساد والانهيار والسمعة اللي وصلتونا إلها خلال 20 عام. يا أخي ما يصير آثارنا دا تتهرب بشكل علني بعنوان الاستثمار. مشروعين سريعات حتى أختم. ملعب الناصرية الأولمبي اللي هو إلى الآن عبارة عن هيكل أعطي لشركة فرنسية وعراقية بيها تل أثري، هذا التل تم تفكيكه وتهريبه وبحكومة الكاظمي قبل لا يطلع رجعونا بس 3 قطع. هذا واحد من عندهم ذبوه بالسجن والشركة الفرنسية بعدها لازم المشروع والمشروع بعدها متلكي والتل الآثاري. أنا ماذا شايفاني تل أثري تطوب نص سووا له ملعب وبالتالي التل كله يتهرب؟ هاي دولتيش. هاي القضية الثانية، أكو مقاطعة اسمها 104 محالة الآن للاستثمار وصايرة عليها ملتمة الزنابير مدري شو يسموهم الآن اللي راح يستحوذون عليهم. يا أخوان من آثاريين من عراقيين حريصين على البلد، مقاطعة 104 اللي حلتوها للاستثمار الآن من هيئة استثمار ذي قار بيها تلين أثري تلين، هاي العملية راح يصير سياج ينبني وتتم عملية التنقيب وتتهرب آثارنا. كافي مباق كل شيء، حافظونا على آثار. السلام عليكم.